حول كلمة بلينكين تحديدا بينضم إلينا من رام الله عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح. سيد عبد الفتاح، أرحب بك عبر منتصف النهار. تعودنا كثيرا على خطابات بلينكين، ولكن يعني الخطاب اليوم أو صيغة الخطاب هي مختلفة. هل بتعتقد عندما تحدث عن الأطفال، أطفال فلسطين الذين ينقصهم الغذاء وينقصهم الدواء، تحدث بشكل إنساني، هو بطبيعة الحال نتيجة وجوده في مثل هذا المؤتمر، أم فعلا لقناعات شخصية لأمريكا بأنه يكفي إيذاء وتجويعا وإساءة لأطفال غزة؟ لك التحية بداية سيدتي ومن خلالك للمشاهدين الكرام، وأتمنى أن لا تكون هذه الكلمة مغلفة فقط بغلاف إنساني. نعم، البشر يتساوون، يعني كما يسموها شوجر كوتد، اللي هي مغطاة، مغطاة من فوق بالسكر ولكن داخلها أشياء أخرى. ما باطن هذه الكلمة سيد عبد الفتاح؟ سأقول لك ما في باطنها، لكن أوافق على أن البشر يتساوون في إنسانيتهم، لكن لا يمكن بأي حال أن نساوي ما بين المجرم وما بين الضحية. هؤلاء الأطفال الذين تحدث عنهم السيد بلينكين في كلمته، يعني أصيبت قدم وبترت قدم هذا الطفل لربما بصاروخ أمريكي، وهؤلاء الأطفال والنساء والبيوت وغزة بكاملها التي دمرت بسلاح أمريكي وبدعم أمريكي من أول العدوان، وحتى هذه اللحظة لم تتوقف أمريكا بدعم الاحتلال والعدوان بكل ما لديها من إمكانيات مادية ولوجستية وقانونية وفيتو وكل ما يمكن أن تستخدم أمريكا لصالح دولة الاحتلال. نعم يا سيد بلينكين، لقد وصل الحال بالشعب الفلسطيني وبأطفال قطاع غزة إلى مرحلة لا يمكن لكل كلمات الإنسانية أن تصفها، لأن الإنسانية لم تعتد على هذه المشاهد التي تحصل في قطاع غزة على مدار 8 أشهر متواصلة، ودماء هؤلاء الأطفال تسيل دون أن يتدخل السيد بلينكين والإدارة الأمريكية لوقف شلال الدم، بل على العكس تماما. ولذلك إن كان السيد بلينكين جاد، من بمقدوره كما الولايات المتحدة الأمريكية أن يوقف شلال الدم المتواصل؟ من بيده الآن أن يفرض القرار الأممي الذي ينادي بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار والحرب في قطاع غزة غير أمريكا، التي استمعت إلى كلمة مندوبة إسرائيل في مجلس الأمن، وهي تقول أثناء الاجتماع في مجلس الأمن، وهي قالت في ذات الاجتماع الذي اتخذ قرارا بوقف الحرب، لن نوقف الحرب حتى تحقق هذه الحرب أهدافها الاستراتيجية، وتأتي أمريكا وتلقي باللائمة على الفلسطينيين. نعم، فلسطينيا وحركة حماس والمقاومة الفلسطينية يجب أن تكون مسؤولية كاملة عن حياة ودماء شعبنا، وأن تتعامل بمسؤولية مع هذا القرار الأممي، وأن تضع الشعب الفلسطيني ودماء الشعب الفلسطيني نصب أعينها، لكن المسؤول عن كل ما يحصل هو الاحتلال والداعم الدائم له الولايات المتحدة الأمريكية. نعم سيد عبد الفتاح، سيد عبد الفتاح أريد أن أناقش معك، يعني الرؤساء وأيضا الحضور اجتمعوا على كلمة واحدة، أن السبيل الوحيد لإنقاذ الوضع الإنساني في قطاع غزة المتردي هو على شفا كارثة، أو أصبحنا حقيقة في كارثة، هو وقف حقيقي لإطلاق النار. اجتمعت الأصوات على ذلك، أتتفق معي؟ ولكن على الصعيد الآخر، كرة النار يتلقفها جانبا حماس ويتلقفها جانبا نتنياهو، كل منهما يلقي اللوم على إفشال المفاوضات على الآخر. ما السبيل لهذا الهرج الذي دخل في عامه الأول؟ أوافق سيدتي أن العالم كله يقف في كفة، وأمريكا إلى جانب الاحتلال يقفون في كفة مغايرة للموقف العالمي الذي يقول أن الحل يجب أن يكون في وقف هذا العدوان بشكل فوري وشامل وكامل عن قطاع غزة والضفة بما فيها القدس. أمريكا والعالم يعرفون أن المشكلة لدى الاحتلال. أصلا سيدتي، من صاحب
طيب طيب دعني يعني دعني صاحب المقترح هو نتنياهو وهي ورقة أمريكية أو على لسان أمريكي، دعني يعني أناقشك أخذ الطرف الآخر. عندما تتحدث وول ستريت جورنال عن هناك تسريبات أو محادثات خاصة بالسنوار بأنه مستمر في القتال أيا كانت التضحيات على الشعب الفلسطيني، وعلى الصعيد الآخر أيضا سموتريش واليمين المتطرف يتحدث عن فكرة أنه لا أهمية للرهائن في الوقت الحالي، الأهمية القصوى هي لإنهاء الحرب ونصر إسرائيل. أين الحل ما بين المطرقة والسندان؟ هؤلاء هم من يجلسون على طاولة المفاوضات سيد الكريم؟ والله يا سيدتي الفاضلة، يعني أنا أفهم عقلية هذا الاحتلال وأنه مجرم، ولو كان يعني بإمكانه أن يستيقظ على إبادة الشعب الفلسطيني لفعل ذلك، لكن لا أستوعب أن يكون قائدا فلسطينيا يستخدم الدم الفلسطيني لأجندات حزبية وليست وطنية. أتمنى أن لا يكون ذلك صحيحا، وأنا تبعت ما صدر عن هذه الصحيفة على لسان يحيى السنوار، وأنا لي تجربة مباشرة مع الشيخ يحيى السنوار، عشنا سوية لسنوات في السجن، وعقليته نعم تتوافق مع ما تم ذكره ومع ما تناقلته هذه الصحيفة. لكن أقول أن القائد الفلسطيني الحقيقي هو الذي يقدم مصلحة الشعب الفلسطيني على مصالح الحزب، وأن هذا الدم الفلسطيني هذا دم طاهر يجب أن نحميه وأن نصونه، ونحن نقاتل هذا الاحتلال ونواجه هذا الاحتلال من أجل أن يحيا شعبنا عزيزا كريما في دولة مستقلة، لا أن يموت قبل أن نصل إلى الحرية وأن نصل إلى الدولة. يحيا شعبنا، يحيا شعبنا ولا يحيا السنوار، هذا هو ملخص الإجابة. يحيا الشعب الفلسطيني وليس يحيا السنوار ومعتقدته. دعيني أقول الفصيل نعم، والحزب والمصلحة الشخصية. الشعب الفلسطيني شعب عظيم قدم كل هذا الكم من التضحيات، لا يستحق أن يهان هذا الدم الفلسطيني. أشكرك، أشكرك على هذه الكلمات، وأشكرك على وجودك معي سيد عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح.